لكن احنا هنتكلم على اشهر الخلفاء وهم من خمسه: ابو العباس، وكمان ابو جعفر المنصور، هارون الرشيد، المأمون المعتصم. اول خليفه وهو الخليفه ابو العباس، بالنسبه لنسبه هو طبعا باسمه كده عبد الله ابن محمد ابن علي ابن العباس. تولى الخلافه من عام 132 هجريه، بما انه طبعا هو اول خليفه فهو كان بدايه الدوله العباسيه من 132 هجريه لعام 136 هجريه. بالنسبه لاهم اعمال ابو العباس، ان هو اسس ونقل وجدد. اسس ايه؟ اسس قواعد الدوله العباسيه طبعا، بمن عاصمه الخلافه الى الكوفه، ثم الى ضد الطريق بين مكه والكوفه، وزوده بالمنارات لارشاد المسافرين. طبعا المسافرين